السلام عليكم. مواعيد الصلاة في ثاني أيام شهر رمضان المبارك وموعد أذان المغرب في بعض المحافظات جمهورية مصر العربية وأيضا بعض العواصم العربية والإسلامية. قبل التفاصيل يا ريت ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصرية. ولو بتشوفوا القناة لأول مرة بنقدم عليها أهم الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات بإذن الله ستنال إعجابكم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 ركاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حفظا من الشيطان. اللهم قربني في هذا اليوم إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. نقوم الآن مواعيد الصلاة في بعض محافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية.